الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يجعلكم موفقين في كل اموركم وان يفتح لكم ابواب الخيرات وان يوفقكم للطاعات وبعد نقرا شيئا من احاديث مختصر صحيح الامام البخاري في كتاب الوضوء لعل الله جل وعلا يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن الجعد بن عبد الرحمن قال رايت سائب بن يزيد رضي الله عنه ابن اربع وتسعين جلدا معتدلا فقال لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قوله هنا رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين يعني سنة وهذا في التوقيت القمري وهو أكثر من التوقيت الشمسي في كل قرن مئة سنة يكون هناك فرق ثلاث سنوات وقوله جلدا معتدلا جلدا أي قويا ومعتدلا أي مستقيما سليما ليس فيه شيء من الأمراض أو العلل فقال السائب بن يزيد لقد علمت يعني عرفت السبب الذي جعلني اتمتع بجوارحي من سمع وبصر ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السائب ذهبت بي خالتي اخت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي مريض يشتكي من المرض قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوءه أي من الماء الذي توضأ منه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجله والحجله نوع من انواع الطيور فقوله في هذا الحديث رايت السائب بن يزيد ابن اربع وتسعين جلدا معتدلا فيه ان الله جل وعلا قد يمتن على بعض عباده بقوه البدن وسلامته من الامراض لشيء من الاسباب التي يتخذها وفي هذا جواز اتخاذ الاسباب التي يظن ان لها اثرا بفضل الله تعالى في اطاله العمر وسلامه البدن وفي هذا الحديث ايضا سعي الانسان الى سلامه جوارحه من السمع والبصر وفي هذا الحديث فضل الدعاء وأنه من الأمور التي يظن أنه يستجاب لصاحبها وفي هذا الحديث جواز الدعاء بالأمور الدنيوية وفي هذا الحديث ذهاب الإنسان مع خالته وقيام الخالة بمنزلة الأم وفي هذا الحديث جواز الذهاب بالصبي المريض من أجل طلب الاستشفاء له وفي هذا الحديث أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للسائب وهو صغير والدعاء للصبيان بالبركة وفي هذا الحديث البركه التي تكون في الباقي من ماء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه وهذا كما تقدم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يكن من شأن الصحابه رضوان الله عليهم ان يتبركوا ببواقي احد من اصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وكعلي والحسن والحسين وكعلماء الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر فدل هذا على أن التبرك بآثار الإنسان إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ان الباقي من الماء طاهر يجوز استعماله وقد وقع اختلاف بين اهل العلم في المستعمل في الطهاره هل يجوز استعماله فالمشهور من مذهبي الامامين الشافعي واحمد انه لا يجوز الوضوء بالمستعمل في الوضوء والقول الثاني بجواز الوضوء به وهو المشهور من مذاهب الائمه ابي حنيفه ومالك ولعله ارجح القولين لهذا الحديث ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يقال له ماء فلم يجز الانتقال الى التيمم الا عند عدم الماء وهذا ماء فلا يجوز الانتقال للتيمم مع وجوده وفي هذا الحديث جواز وقوف الانسان خلف غيره خلف ظهره وفي هذا الحديث الاشاره الى خاتم النبوه الذي اعطيه النبي اعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم حسن الله اليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميعا قوله كان الرجال والنساء يعني من قراباتهم ومن محارمهم ومن ذلك وضوء الرجل مع زوجته ولذا عنون او ترجم الامام البخاري لهذا الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امراته وذلك ان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجوز للرجل ان يتوضا بالماء الذي خلت به امراه او لا يجوز ذلك فذهب الامام احمد الى عدم جوازه وذهب الجمهور الى جوازه وصحه ان يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه وكان من ادله الجمهور هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وقوله يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من السنه الاقراريه حيث ان الاحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب الاول أن يصرح فيها بسماع الحديث ولقياه من النبي صلى وتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال الصحابي سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله والرتبة الثانية الصيغة التي تحتمل وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال الصحابي قال رسول الله او عن رسول الله او ان رسول الله فعل كذا وهذه الرتبه اضعف من الرتبه الاولى لكنها تحمل على الاتصال لان الاصل ان يكون الصحابي قد روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدر انه اسقط راويه فانما يسقط صحابيا والصحابة كلهم عدول بدلالة النص كما في قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الايه وكما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الايات والرتبه الثالثه ما لو قال الصحابي قضى رسول الله بكذا او رخص في كذا او اذن في كذا فان هذه الصيغه تحتمل ان يكون الراوي روى الحديث بالمعنى ويكون لم يفهم المعنى لكن هذا الاحتمال بعيد اذ ان الصحابه عدو اذ إن الصحابه عرب اقحاح يفهمون اللفظ العربي ولا يمكن ان يستعملوا لفظا الا في محله والرتبه الرابعه من الرتب ان يقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنه كذا فيحتمل ان يكون الرا ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم او ان تكون السنه غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاصل ان تكون مرفوعه لان الصحابي لا يولد مثل هذا اللفظ في مقام الاحتجاج الا وهو يرى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والصيغة الخامسة ما إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا مثل هذا الخبر كانوا يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومثله عدد كنا نعزل والقرآن ينزل فمثل هذه الصيغة بعضهم قال بأنها من السنه الاقراريه وبعضهم قال بانها من اقرار الله للناس في زمن النبوه اذ لو كان الفعل منهيا عنه لا نزل وحي بالنهي عنه وكل هذه الصيغ يثبت لها حكم الرفع الا ان بعضها اقوى من بعضها الاخر فيستند اليها في الترجيح بين الاخبار عند التعارض اذا لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ نعم حسن الله اليكم قال عن جابر رضي الله عنه قال قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين وأنا مريض لا أعقل فدعا بما فتوضأ فصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي كيف أقضي في مالي لمن الميراث إنما يرثني كلالة إنما لي أخوات فلم يجبني بشيء فنزلت ايه الفرائض يوصيكم الله في اولادكم قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعني يزورني زياره المريض وابو بكر يعني في صحبته في بني سلمه بنو سلمه قبيله من قبائل الانصار لهم سكن خاص بهم وجابر منهم ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اليه قوله ماشيين يعني على اقدامهما لم يركبا آه لم يركبا الرواحل قوله وانا مريض لا اعقل اي انه قد غاب عنه الوعي او انه يغيب عنه الوعي في بعض اوقاته فكان لا يفهم كل ما حوله قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فصب علي أي أنهم قاموا برش ذلك الماء ونضحه على جابر رضي الله عنه فرد إليه وعيه فرد إليه وعيه فأصبح يعقل وأفاق فقال جابر يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فعنده مال وكان يتوقع أنه سيتوفى بسبب ذلك لما أصابه من المرض الشديد فقال كيف أقضي في مالي؟ أي ماذا أصنع فيه؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلاله والكلاله هو من لا أولاد له ولا والد من لا أولاد له ولا والد إنما لي أخوات وذلك أن جابر تزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرض بعد هذا أو بعد هذا الزواج أو قبله قبل أن يأتيه أولاد وكان أبوه عبد الله قد مات في غزوة أحد مات في غزوة أحد عبد الله بن حرام قال فلم يجبني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في سؤالي عن الميراث لأنه كان ينتظر نزول الوحي فنزلت آيات الفرائض يوصيكم الله في اولادكم ففي هذا الحديث مشروعية زيارة المرضى وأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث زيارة الإمام الأعظم لبعض أفراد رعيته وفي هذا الحديث صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث جاء جا في هذا الحديث جعل ضواحي بجوار المدن يسكن فيها بعض من يكون راغبا في القرب من المدن وفي هذا الحديث زيارة المريض الذي لا يعقل وزيارة المغمى عليه وأن زيارة المريض لا تقتصر على من كان فاهما يعرف من زاره وفي هذا الحديث الدعاء للمرضى بالشفاء وفي هذا الحديث بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعقل وفي هذا الحديث سؤال الإنسان عن أمواله ما هو الوجه الشرعي في طريقة التصرف فيها وفي هذا الحديث أن المواريث لا بد أن تكون على وفق الطريقه الشرعيه وبالنسبه لمن مات وعنده اخوات فانهن ياخذن الثلثين اذا لم يكن هناك ابناء ولا بنات ولا اصل يرث ذكر ولا يوجد اخ فان الاخوات ان كن واحده اخذت النصف وان كنا اكثر من واحده اخذنا الثلثين والباقي يكون لاولى او اقرب رجل ذكر واذا كان الانسان عند الانسان بنت فاكثر فان الاخوات ياخذن الباقي ويكن عصبه واما اذا كان عند الانسان ابن ذكر فان البنات لا ياخذن شيئا ويحجبن بالابن واما بالنسبه لميراث الام فانها تاخذ السدس ان كان هناك وارث فرع او كان هناك جمع من الاخوه فاذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الاخوه اخذت الام الثلث وفي هذا الحديث ايضا زياره المريض راكبا وماشيا وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من انتظار الوحي فيما لم يكن عنده علم فيه ولذا انتظر الوحي في ذلك أحسن <سأل> الله إليكم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعران بين مكة والمدينة، ومعه بلال رضي الله عنه، فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اعرابي فقال الا تنجز لي ما وعدتني فقال له صلى الله عليه وسلم ابشر فقال قد اكثرت علي من ابشر فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان فقال رد البشرى فاقبلا انتما قالا قبلنا ثم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذ القدح ففعلا فنادت ام سلمه رضي الله عنها من وراء الستر ان افضلا لامكما فافضلا لها منه طائفه. قوله قول ابي موسى الاشعري وهو عبد الله بن قيس كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانه الجعرانه مكان بقرب مكه على طريق المدينه في الزمان الاول فان من اراد ان يذهب الى المدينه اما ان يذهب بواسطه طريق التنعيم وهو الذي يوجد فيه المسجد الذي يحرم منه اهل مكه اليوم او كانوا يذهبون من الجعرانه ويجوز فيها التشديد الجعرانه والتخفيف الجعرانه وهي منطقه شاسعه وقال ومعه بلال يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الاعراب يعني من الباديه ممن لم يكن من اهل المدن فقال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الا تنجز لي ما وعدتني؟ اي اعطني ما وعدتني اياه من العطايا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر يعني انني ساقوم باعطائك ولكن انتظر. فقال الاعرابي: قد اكثرت علي من ابشر و البشرى امر مستحسن ولذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ولكن هذا الاعرابي لم يرد البشرى وانما اراد امر الدنيا فلما راى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اكثرت علي من قول ابشر فحينئذ التفت النبي صلى الله عليه وسلم على الجهه التي فيها ابو موسى الاشعري وفيها بلال كهيئه الغضبان يعني الذي لم يرض من الاعرابي هذه الكلمه حيث لم يقدر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ما يتمكن به من اعطاء هذا الرجل الاعرابي ولذا طلب منه ان ينتظر وبشره لعل الله جل وعلا ان يسوق اليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد البشرى يعني ان الاعرابي رفض قبول بشاره النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال لبلال وابي موسى فاقبلا أنتما أي ليكن من شأنكم أن ترغبا في هذه البشرى وأن تسعيا في الحصول عليهما فقال عليها فقال أبو موسى وبلال قبلنا هذه البشرى ورغبنا فيها ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح يعني بإناء فيه ماء فغسل يديه ووجهه في ذلك الماء ومجّ فيه اي انه لما ادخل الماء في فمه اعاده مره اخرى في ذلك الإناء ثم قال اشربا منه اي من ذلك الإناء وافرغا على وجوهكما اي صبا من الماء على وجوهكما ونحوركما اي اعلى الصدر واول الرقبه وابشرا فاخذ كل من ابي موسى وبلال القدح ففعلا ذلك شربا وافرغ على وجوههما ونحورهما فكانت ام المؤمنين ام سلمه جالسه وراء الستر ترى ما يفعلانه فقالت لهما افضلا لامكما اي ابقيا بقية من هذا الماء المبارك الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغسل فيه وجهه ومج فيه افضلا اي ابقيا بقية لامكما لان ام سلمة ام المؤمنين لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم قال فأفضل لها أي أبقيا بقية من ذلك الماء طائفة أي شيء يسير ففي هذا الحديث من الفوائد عدم الاستعجال في ما يطلبه الإنسان من الآخرين خصوصا إذا كان على وجه التفضل والكرم وفي هذا الحديث استحباب اختيار اللفظ الجميل من مثل لفظة أبشر وفي هذا الحديث استحباب البشارة للآخرين بالخير وفي هذا الحديث أن الكلام غير المستحسن قد يدرأ عن صاحبه بعض الخير وبعض الفضيلة ولذا يحسن بالانسان ان يختار اللفظ الجميل وفي هذا الحديث عدم الرضا بعدم قبول الشخص لشيء مما ورد به الشرع وفي هذا الحديث استحباب قبول البشاره وفي هذا الحديث بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركه اثاره وكما تقدم ان ذلك من خصائصه ويمكن ان يستدل بالحديث على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الوضوء او في الغسل وفي هذا الحديث ايضا فضيله ابي موسى وبلال رضي الله عنهما وفي هذا الحديث فضيلة أم سلمة رضي الله عنها وحرصها على الخير وفي هذا الحديث الاغتسال من الإناء والقدح ومثله جواز الوضوء من القدح وهذا شيء من فوائد هذا الحديث أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يسعدكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوصل إليكم البشارة بالخير كما أسأله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم وأن يدر عليكم الفضائل والمنن وأسأله جل وعلا لكم صلاحا في الذرية وبركة في الأرزاق وطولا في الأعمار على طاعة كما نسأله سبحانه. ان يمتعنا باسماعنا وابصارنا وسائر قوانا ونساله جل وعلا ان يعيننا على طاعه في جميع امورنا كما نساله جل وعلا ان يبارك لنا في ارزاقنا ونوفق ولاه امورنا لكل خير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعاده هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين